بسم الله الرحمن الرحيم. موقع بنك المعرفة المصري. بنك المعرفة المصري من أكبر المستودعات العلمية والمعرفية على مستوى العالم، موجه لعدة شرائح، منها الطلاب والمعلمون، منها الأطفال، منها الباحثين، منها القراء. الواجهة بتاعت الموقع الرئيسية اللي هي الهوم. مستخدم جديد لو حبيت تعمل حساب على بنك المعرفة، الحساب ممكن يتعمل بالإيميل الرسمي اللي هو آخره EUN، أو يعني آخره دوت إي جي، إيميل رسمي، إيميل الشغل، إيميل الجامعة، إيميل المدرسة. مصادرنا sources، سواء كانت English sources، Arabic sources، مصادر عربية، إنجليزية، فرنسية، دوريات، أو كل المصادر تبحث فيها كلها. الأحداث الـ events اللي هي الـ workshops، الدورات، ورش العمل اللي بيكون فيها تعريف ببنك المعرفة وكيفية استخدامه، تواصل لو في مشكلة معاك، استخدام اللغة، بنعمل تسجيل دخول. لو انت مستخدم لأول مرة هتختار مستخدم جديد. لو انت معاك ايميل رسمي هتعمل الحساب في من اي مكان، لكن لو مش معاك ايميل رسمي ممكن تعمله من داخل اي بي هات، من داخل اجهزة كمبيوتر متوصلة بانترنت من داخل الجامعة، من داخل اي من الجامعات المصرية، او تكلف حد ان هو يعمل لك، او تروح لمكتبة احد الكليات. المهم بعد ما بيكون معاك الحساب والباسورد بتعمل دخول. الصفحة الرئيسية اللي بيفتحها لك بعد ما بتسجل دخول، اللي فيها ايه، اللي فيها بعض الموضوعات المختارة، سواء على مستوى الطب والهندسة والعلوم والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وخلافه، او تصفح بالحروف. تمام، ممكن تكتب كلمة البحث هنا وهو هيبحث لك، لكن الطريقة دي مش سهلة. الافضل ان انت بتروح للمصادر، تمام، وبتختار من المصادر. لو انت كنت عايز مصادر مثلا باللغة الانجليزية هتختار مصادر انجليزية. هدي لك المصادر بناء على البوابات اللي انت، فلو بوابة الباحثين بيجيب لك كل المصادر المتاحة. الطلاب والمعلمين بتبقى حياة مناسبة ليهم، الأطفال حياة خاصة بالأطفال زي مثلا قنوات ديسكفري، حياة تعليمية، تمام. الدوريات المصرية الخاصة بالجامعات المصرية، هنا مثلا المتاح مثلا موقع سيج، هيومن اناتومي، اكلاند، ده تشريح لطلاب الطب، اتوميك تريننج، ده تدريب على المهارات المختلفة. بتضغط على اكتشف المزيد بيجيب لك الشيء المتاح عنده. ده نبذة عن المصدر ده. يفتح الوصول غير المحدود إلى الآلاف من أشرطة الفيديو القصيرة التي تغطي أكثر من 500 من تطبيقات اليوم والبرنامج الأكثر شعبية على كل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة ماكنتوش. يعمل على تحسين مهارات العمل مع التدريب المتعمق في إكسل وفوتوشوب إلى خلافه. تضغط على اللينك هيفتح معاك. بتفتح المصدر وبيجيب لك ان انت داخل من خلال بنك المعرفة المصري، فمش محتاج تعمل لوجن مرة تانية. انت كده خلاص ليك open access شرعي. تدخل هنا هتلاقي المواد اللي بيشرحها، مجموعة الاوفيس، مجموعة الجوجل، مجموعة الادوبي، فوتوشوب وفلاش والإليستريتور وخلافه، كارير سكيل تريننج، تدريب على مهارات العمل. هتضغط على اي منها هيجيب لك الكورسات المتاحة عندهم. من ضمن المصادر الأخرى مطبوعات جامعة كامبريدج، منها موسوعة بريتانيكا. هتفتح وتشوف هي عبارة عن ايه، يعني مثلا بريتانيكا الأكاديمية للمدارس، المكتبة، الكتب، الصور. تفتح اي منها هتدخلك على الموقع نفسه. عندنا كلينيكال كير للعلوم الطبية، عندنا ديسكفري التعليمية اللي هي مجموعة قنوات ديسكفري ديسكفري التعليمية، إبسكو ده للعلوم الإنسانية،
هنا بيشرح لك هو عبارة عن ايه وبيقدم خدماته لمين. عندك الإلسيفير، ده نشر دولي من أكبر الناشرين الدوليين، كل المصادر بتاعته متاحة. الإمرالد ده برضو للعلوم، علوم الأعمال والإدارة، والدوريات بتاعته كلها متاحة. جاستر لكليات الحقوق والكليات الأدبية. ناشونال جيوغرافيك. بروكويست اللي بيديلك رسائل كاملة. ساينتفك امريكان، سبرينجر، ونيتشر، تومسون رويترز اللي هي برضو من ضمن الموسوعات المعرفية اللي هي بتقدم ويب اوف نوليدج، موسوعة المعرفة، وهي صاحبة برنامج الاند نوت لمراجعة لإدارة المراجع، الوايلي. وإضافة إلى الدوريات المصرية دي محطوطة حديثا، يعني هتفتح وهتدخل على الدوريات المصرية. ده بالنسبة لإيه؟ للسورسز اللي هي خاصة بالباحثين. لو حبيت تدخل على السورسز اللي خاصة بالطلاب والمعلمين هتكون فيها اختلاف طفيف. ولو دخلت على بوابة الأطفال هيدي لك قناة ديسكفري وموسوعة بريتانيكا ومي بوك وناشونال جيوغرافيك، وآخر بوابة اللي هي بوابة الدوريات الأبحاث المجراة في الجامعات المصرية. ده باختصار بنك المعرفة المصري.